السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ مساكم طيبين مبسوطين مستانسين، أخوكم راكان من قناتكم جيمز بن هنتر. خلينا نشغل توقيت المقطع. أنا استغرب صراحة ليش الناس زعلانة من الحلقة اللي راحت، اللي هي الحلقة الأولى لهذه السلسلة القصيرة الجانبية الاستراتيجية الحلوة البطلة اللي ما أمها دخل بالجرافيكس. لا تحكم اللعبة على الجرافيكس يا أخي، عندك ماينكرافت لعبة الجرافيكس يجيب الهم، جرافيكس حق أطفال، ولكن حطمت ارقام قياسيه وناس كبار بشنبات يلعبونها، فما لهم دخل الجرافيكس، ما له دخل. فكره اللعبه هي اللي تهمك فوق كل شيء، اوكي؟ فهذه وجهه نظري صراحه. يعني اللعبه طبعا استراتيجيه، واغلب العاب استراتيجيه لما تضغط زر المسافه اللي في لوحه المفاتيح اللي في الكيبورد تتوقف مؤقت. فانا موقف اللعبه عشان اسولف لكم شوي عن موضوع اللعبه هذه وايش قصتها، واذكركم بالحلقه اللي راحت ان هذه لعبه تتحدث عن العصر الروماني، عصر ساحات القتال جلاديتر سانكتشرم او الجلاديتر ارينا، ساحات الجلادين في انديه تتشارك بالجلادين اللي معاهم والمحاربين معاهم في هذه البطولات اللي يقيمونها اما الانديه نفسها او الدوله نفسها تقيمها، الدوله الامبراطوريه الرومانيه، ويكون عليها جوائز. طبعا الناس تموت في هذه الصراعات، مو مشكله تحارب فيها بشر زيك جلادين او تحارب اسود او حيوانات او شيء زي كذا. فصراحه حتى الموت الناس ذيك الوقت كانوا مجانين ينبسطون بالشيء ذا. فعندنا طبعا كم جلاد؟ احنا عندنا 9 جلادين طبعا، هذا المدرب حقهم. عندنا طبعا 2 بائعين جو من الحلقة اللي راحت، واحد يعطينا مستعد سمسار يسمونه سمسار يعطينا جلادين او مصارعين اقوياء كانوا مجندين بالجيش فيبيضون الوجه. وجاء ايضا سمسار ثاني يقول لا انا بعطيك عبيد وانت تجندهم وتصنعهم بفلوسك، يعني تجندهم وتعطيهم دروع ملابس اسلحه وتقويهم. عندنا هنا طبعا شيء اسمه جوبيتر بليسنج، هذه طبعا عباره عن الاله حقهم، صنم يعطيهم بركه، هم كذا يتوقعون هذا الشيء فنعطيهم على جوهم. بعد 7 ايام بتوقيت اللعب السريع جدا اللي يمشي بسرعه بيكون في معركه، فبغى اجهز لها. ثبت الوقت بشوف اول شيء كيف اهيل هذا التهيل اللي هو علاج شو اسمه ذا، نعطيه واين ونعطيه كوين عشان ينبسط مننا، اوكي. طبعا انا قررت اسمي المصارعين، ابغير اسمائهم كلهم. حلو، طبعا نرجع مره ثانيه نغير اسمائهم. هذا بنسميهم بالحروف ولا ايش رايكم؟ عاد ما ابغى اسميهم اسماء عربيه يخسون لهم، فنسميهم اسماء حروف يعني كي، اوكي عشان نحفظهم. اوكي هيلين كي، اوه مدينا شيلهم ونحطهم في اماكن مختلفة. حلو، طيب نغير هذا، نغير اسمه ايه ممكن، اوه تغيير الاسم يقلل سعادة الجندي. وات، تغيرت اسمه يزعل، عجيب والله، شيء جديد صراحة، كويس اني لاحظت هذا الشيء. يمكن انك تجي وتغير اسم واحد ينقهر، يعني زي ما تجي انا اسمي راكان 25 سنة اسمي راكان، تجي تقول اليوم اسمك اسم ثاني، اوكي عشان ما يزعلون اصحاب الاسم الثاني. فبكل بساطة اكيد بنغبن يعني، اوكي مو مسألة اني انا احب اسمي او لا، لكن انت تربيت مع هذا الاسم وتأكد جيدا ان الاسم ترى له دور على حياتك. لا احد يقول لي كيف، ما ادري، بس ترى تفرق، اوكي تفرق في شخصيتك اقصد مو على حياتك. ما احب اتفلسف يعني، ولكن انا اشوف انه تفرق. فنفرقهم شوي كذا، نحط اللي مو اللي توهم يعني ورعان قاعدين يتجندون نحطهم مع بعض. هذا طبعا تعال هنا، مو كلكم في نفس هذا، تعال انت هنا، اوكي 3-3-3. عندنا طبعا جنود اقوياء، نبي نتاكد انه كل واحد فيهم يهيل مع الوقت. طبعا الزعلان نعطيه فلوس، والله هذا مره زعلان، فنبغى اللي دمهم ناقص نسعفهم عشان يهيلون مع الوقت. طبعا يهيلون مع الوقت، يرجع دمه مع الوقت، اوكي
هنا طبعا عندنا المدرب، انا مخليه طبعا يدربهم بشكل اوتوماتيكي مع مرور الايام. نشوف وش الجبتر بليسنج هذا، البركه الصنم هذا حق من يعبدوه. ويبن ترين سبيد وريكفر كارتس، يقول لك جراديتر ويبن تريننج. طبعا هذه بطاقه وهذه بطاقه، اللي على اليسار هذه بطاقه تدريب السلاح مهارات المبارزه، واللي على اليمين هذه بلس ذس كارد اون اني انتيتي تو ريكفر ابلايد كارد. اوكي هذه ترجع بطاقات، وش السالفه؟ اوكي طيب مثلا خلينا نحط البطاقه على هذا، هذه وش تسوي؟ هذه بطاقه. اوكي هذه بطاقتين. اوكي عندي بطاقتين كل واحده لها فايده، حلو توني افهم. طيب اذا هذا البطاقه وش تخلي وش فادتها يعني؟ جوز 500 فاستر. اوكي تساعد في تدريب سرعه تدريب الجندي على مهاره المبارزه 500%، يعني يتدرب يصير مبارز اسرع. نعطيها مثلا نستثمرها في المصارع اللي عندنا ذا، كل مصارع يشيل بطاقتين، ممكن تحط له بطاقتين، هذا يشيل ثلاث بطاقات، بطاقتين ثلاث بطاقات. حلو place this card on an entity to recover a blight card. اوكي هذه البطاقه لو ابرجع البطاقه اللي انا اوريدي حطيتها، اوكي فمثلا ما ابغى بشيلها منه، شلون ما تنشال الا اذا عندي بطاقة استرجاع البطاقة. اوكي لا وقف شلون ارجع مرة ثانية؟ ايه نشوف الخريطة اعزائي. اول شيء هذا وشو؟ هذا ماركت بليس، السوق بدك تشتري مثلا واين. اوكي عصير برتقال. طيب ماب اوف جيمز، طبعا هذه البطولات اللي تقام انفضنا نشارك فيها عشان يعني يقول لك يونيد ات ليست تو ديفيت، يبغى لك اقل شيء تفوز في ثلاث بطولات مختلفه عشان تقدر تشارك في البطوله النهائيه اللي بتكون في روما. فهذه مو في روما، هذه بطوله مثلا في منطقه ثانيه، مدينه ثانيه في ايطاليا. طبعا هذه خريطه ايطاليا اللي ما يدري، هذه خريطه ايطاليا. فنشارك في البطولة هذه ولا نخلي الجنود يهيلون ويتدربون زي كذا؟ ممكن نطورهم برضه، نعطيهم أسلحة نعطيهم أشياء. وش ذا select gladiator class. بما أنه ذا توه يعني ورع، أوكي ما هو متدرب زي الباقين يعني، شوفوا كلهم متدربين إلا هذا. هذا إيش جابه هنا؟ ارجع حبيبي ورا. اوكي فيمدينا اخصص الجندي من الان. ما عندنا تخصص واحد يعني متاح الان اللي هو تخصص ثراكس. وش تخصص الثراكس؟ اسم التخصص ثراكس. وش ثراكس؟ عباره عن سلاح واحد، سيف ودرع، و يعني لا يسمونه ايش، سيف والدرع هذا يسمونه درع ذا، اي درع وارمر. ارمر برضو دروع صح، اسمها بالعربي دروع او يسمونها صدريه. طيب في تخصصات ثانيه طبعا، اتوقع اللي فوق هذه واللي تحت هذه، هذه ابو رمح، واللي فوق هذا الظاهر مرملة، ما ادري وش المرملة عباره عن ايش، لكن انا حسب الصوره اشوف انه معاه سلاح واحد بس مو ماسك اي شيء ثاني، او 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 يمكن صوت يجلد جلد بالصوت، الله اعلم. لكن خلينا نخصص ذا بالتخصص اللي عندنا، نعطيه طبعا سلاح، نتبل الفلوس فوقنا ما نضيعها. اوكي نعطيه كليديوس، يعطيه كاما. طبعا الكاما قلت لكم ما ادري وش، بس في واحد الله يجزاه خير من الحلقه اللي راحت في التعليقات حط رابط ويكيبيديا، شفت التعليق ترى لكلمه كاما، اتوقع انها خنجر او سيف، والله ما فتحت الرابط صراحه، بس انه ابحث عنها. كيو اي ام اي لها معنى، هذا سلاح نوع من الاسلحه. نعطيه طبعا خوذه، نعطيه دروع. اوكي نعطيه اوكي صدريه، كتف ثاني، درع للكتف، سروال، و
اوكي شيء خاص دروع خاصة بالساق كذا يعني صار شوي بيض الوجه بس ما نضيع فلوس زيادة هذا يعني حقة الورطة نخليه يشارك ضروري نطورهم اوكي خلاص تعودنا طبعا بالكليك يمين اطور شو اسمه ذا ملابسهم واغراضهم حلو حلوين الان تقريبا بنينا كل الوضع يعني نمشي الوقت خلهم يتدربون هذا ايش قاعد يهبل قاعد يهيل ها اوكي عشان هي لازم يجي هنا يعني طيب بعد اوكي نوقف شوي جانا شيفنت بلوت لتنج طبعا لا تنسون قاعدين ندربهم هل نحتاج جنود زيادة مو الحين خلنا نزيد الفلوس شوي جتني بطاقة لا ما جتني بطاقة طيب تقريبا بدأت تفهم اللعبة لكن في فرصة الآن نوقف الوقت ونطور المهارات أكثر وأكثر على حسب حنا وين كنا بنروح إنه كنا بنروح على مهارة الولف كوريج فكيف أقدر أطور هذه المهارة الثانية لازم أمشي بهذا الطريق على الام داتاك اللي هو الهجوم بالتصويب فائدة الهجوم بالتصويب أنه يقدر يعني يركز بالأعداء اللي جاي من اليسار أو اليمين أثناء المعركة اللي أنت ما تتحكم فيها شفناها المعارك في اللعبة هذه أنت ما تتحكم فيها نفك بزر المسافة توقيف على الوقت لاحظ الموية والغذاء قاعد يزيد عندي طبعا شلون يزيدون ما أدري مش مصدر الزيادة ما أدري بس أنهم يزيدون الفلوس أتوقع تزيد من المعارك أوكي ودي أجند أوكي جتني معركة ضد واحد أشوى بس إن شاء الله نضعيف ما فاز ولا مرة مهاراته 29 AI سكيل تحت مرة هذا مدين أجلده قوة الدفاع 11 قوة الهجوم 16 قوة الهجوم 15 عفوا طيب مدين أحط ضد 2 حلو بنحط أضعف 2 هذا 4 7 لا هذول بينجلدون 21 44 لا نبغى قوة هجوم 21 لا 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 ما قوة هجوم والله اللي ضدنا قوي يا عيال يبيله هذا أقوى واحد أنت عليك بالأتاك ليفل مستوى الهجوم مستوى الدفاع هي أتوقع لتفرق مع الـ AI سكيلز بالإضافة لها يعني هنا يعني في واحد ممكن يموت يعني نخلي ذا لأن هي ترى مو بالدم يعني لا طالع للدم أوه دمه 170 بيفوز لا المهارات هذه اللي يعلمين طيب نبدأ المعركة أجل ده كفو جتني بطاقة جتني بطاقة الأوتو هيل اللي هو التهيل يهيل مباشرة يعني لو دمه نقص على طول تحط بطاقة عليه يرجع دمه كامل بدل ما ياخذ وقت 115 ذهب 88 فول 88 ووتر والجمهور الرمالي 3 ذهب طبعا ما يحتاج يشغل إعادة مدري وشو انتو رجع الفيديو شوي شوف الإعادة اوكي جاني جندي جديد على فكرة نوقف الوقت في جندي جديد جاني اتوقع هذا او هذا واحد منهم اثنين اذكر درعه اخضر يا ذا يا ذا طبعا لاحظ لما نحط الماوس على الجندي يجيك الرتبة رتبة الجندي أو رتبة الجلادة والمصارع أوكي هذا طبعا يبغانا نهيله نعطي عملة واحدة ونهيله لما نرفع ولاءه أو سعادته الولاء عشان يصمل في المعركة هذا الولاء كل ما كان عالي كل ما استمر في المعركة إلين آخر نفس ما يستسلم وما أدري إيش أوكي طبعا أنا ممكن أزيد قوته من هنا يعني مثلا أخليه هذا هجومي بحت انا ممكن ازود شويه في الهجوم سلاح ما في توازن يعني بس حاول يعني
ضبطها شوي يعني، يعطيني شوية فلوس، زيد سعادته. هذول طبعا حاول كلهم يكونون يعني بالأخضر، ما يكونون زعلانين مثلا أو شيء زي كذا. طبعا مشكلة لازم نفتحهم. أوكي هذا طبعا مرة بطل، مرة بطل، لازم نستثمر فيه ذا. يعطيه لياقة، قوة سلاح، سترينث، نعطيه فلوس، نشجع شوي زيادة، نطوره 17، صار كانوا خوذة سبارتا. طور دروع الأكتاف والسلاح، بعد يبغى له تطوير. لا مطور آخر شيء السلاح. أوكي اللي هو الكاما، نعطيه الدرع على الصدر، ونطور الدرع حقه برضه نفسه اللي أقوى شوي. ما عاد عندي الا 32 عملة نقدية، أطور فيها دروع السيجان لأنها رخيصة يعني بسبعة. بس ما عاد عندي ولا ريال، خلاص ما عندي الا 8 كوين. هذا مرة بطل لاتينوس مرة. طيب الآن يبينا فلوس يا عيال، يبينا فلوس. طيب هل عندنا مكان؟ اي مدينة. اوكي تدربوا 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 تدرب انتوا وياه. هذا قاعد يهين. طيب بدينا الآن نسوي ريسيرش لشيء ثاني، نعطيهم خاصية بليد كنترول، لكن ما عندنا فلوس انه نفعل الخاصية هذه اللي هي السيطرة على السلاح، كيف يقدر يعني بقدر الإمكان ما يطيح منه السيف أو شيء زي كذا في المعركة ويتفشل، تكون قبضته زي قبضة النمر، قبضة الدب، الدب الأسد. طيب خلي الوقت يمشي. ولا هل ممكن أبيع فود وأخذ فلوس؟ طيب كل 10 تفافيح تفافيح كل 10 كل 64 تفاحة يعطيني واحد ذهب، يستهبل ذا. خل نجرب. اي والله انه صادق خبل، 64 تفاحة تساوي واحد ذهب. طيب هل يمديني اوظف ناس زيادة يدربون؟ والله تصدقون يمديني اوظف مدرب زيادة، بس ما يسوي نفس شغلة المدرب الاساسي اللي موجود. لا هذاك المدرب اتوقع انه شغلة تدريب الجنود في المعارك. حلو حلو. هذا مثلا الايجنت، الايجنت يعني تقدرون تقولون جاسوس. اوكي وش فائدته؟ يستهلك واحد غذاء، واحد موية كل يوم، يعني يشرب قرورة موية ويأكل تفاحة كل يوم. طيب وش فائدته؟ ديرتي وورك. ديرتي وورك يعني يروح يذبح يغتال. اوكي جاسوس يعني شغل من تحت لتحت، وايضا يوفر لك معارك ويبحث لك عن معارك عند ناس معينين كذا عندهم فلوس ما يدرون يدونها ويبغون يسوون معركة، يبغون حرش يعني، فنروح نجلده وناخذ فلوسه طبعا بالمعركة يعني. طبعا انا كل شوي قاعد طالع على اليسار عيني على التوقيت حق الحلقة. dirty work is specialty. اوكي مشكلة ما عندي فلوس. عندنا برضو ميديكوس، ميديكوس هذا طبعا نفس استهلاك الجاسوس، ولكن فائدته طبعا يهيل الجنود. يا سلام. عندنا اركيتكت اللي هو مهندس، وش يسوي؟ يطور الساحه حقت التدريب النادي نفسه، اشياء تريح الجنود بعد المعركه. حلو. عندنا برضو الفايبر، الفايبر وش يسوي الفايبر؟ اتوقع هذا يصلح الاسلحه ويطور الأسلحة والدروع والأشياء هذه كلها. حلو. ويقلل قيمة تطويرها، يعني تطويرها إذا كان ب 75 يخليها ب 50 زي كذا. حلو هذا الفايبر ذا، والله ليتنا حطينا هنا من أول. عندنا برضو شيء اسمه إدجوكيتر، الإدجوكيتر هذا معلم، وش يسوي المعلم؟ يرفع الولاء للجنود أو للمحاربين في المنطقة، ويخليهم يخلي أدائهم في المعركة أعلى، بما اني ما اتحكم فيهم اثناء المعركه، هم يتحكمون بنفسهم، الكمبيوتر راح يتحكم فيهم فيخلي ادائهم في المعركه عالي. عندنا شيء اسمه الامبتر، وش فائدته؟ يقلل تكلفه و
تكلفة الموارد اللي هي انك تشتري المشروب عصير برتقال عصير تفاح الواين الواين هو عصير تفاح اوكي مو خمر عصير تفاح ويقلل تكلفة الغذاء اللي هو التفاح نفسه بدال ما نشتري كرتون التفاح 15 بنشتريه بخمسة وتكلفة شراء المياه وبس طبعا عندنا برضو شيء يسمونه ايش هاروسبيكس وش ذا sacrifices to the gods make a sacrifice can win favor from the gods اوكي هذا اتوقع كبش نذبحه من اجل الاله حقهم الشيء ذا يعطينا طبعا بركة اثناء المعركة وثنيين يعبدون اصنام ايش نسوي لهم اجريكلتشر مزارع وش فائدة المزارع المزارع كاتبين عليه food is power الغذاء قوة طيب ايش قصة ام المزارع ذا يقول اذا ما عندك اوكي يعطيك كل يوم 4 تفاحات باليوم الواحد ويستهلك عليك 1 موية يعني مقابل موية واحدة كل يوم يعطيك 4 تفاحات يا سلام عندنا طبعا شيء اسمه فنتر عزيزي مشاهدين الفنتر طبعا هذا هو اللي يسوي عصير تفاح الواين الخمر هو يسوي عصير تفاح مو خمر طبعا زي ما تشايفينه جميل رجال يدعس يدعس على التفاح يلين يعفن اوكي بعدين ينعصر ويتخمج اوكي ويقعد يخمج سنين بعدين يجيبوه يقول لك هذا خمر ترى فعلا هذا الخمر خماج اوكي هذه هي يعني صدق ولا تصدق يا أخي إيش فيكم زعلانين هذا هو الخمر خماج يا خماج تفاح يا خماج عنب يا خماج ما أدري وش فيه بعد أشياء ثانية يسمون منها الخمر لكن هذا هو يعني شوف جايب التفاح دعس عليه بعدين ينعصر يخمج بعدين تجي تشربه عزام شديد ركز معي انت يا خلينا نشوف ايش بعده ساكريدوس ايوه واحد قاعد كذا وضعيه اليوغا وطالع من راسه اشعه شمس وش يسوي ذا هذا ما يستهلك ولا شيء يعني ما يشرب مويه ولا ياكل صايم طيب وش مقابل الصيام ذا وش بيعطينا يهيئ الجنود يدربهم ويرفع ولاهم يعني هذا ثلاثة بواحد تكلفته 100 البارد هذا اللي هو قاعد معاه طبعا شاعر خلينا نقول او يعني عازف اوكي يجلس كذا على في زاويه وقاعد معاه كمانجه ويعزف او معاه ربابه على قول علشان تفهمون يعني قاعد يعزف الرجال وايش فائدته يرفع الولاء طبعا يجي واحد يقول ايش دخل ام ذي في ذي الحين انتم اللي تسمعون الشيلات ما تجيكم الحماسه تقوم ويشيش راسك طيب هذا نفس الشيء هذا البارد حقهم هذا اللي يسوي الشيلات حقتهم فاعطيتكم على جوكم فهمتكم وصوتكم معلومة يا سلام طيب جيب 5 ريال انت اعزائي المشاهدين اتمنى ان شاء الله الحلقة عجبتكم باقي امزح ما انتهت باقي 7 دقائق طيب نكمل شوف هذا كيف قاعد يتدرب على السيوف مدري ايش قاعد يتدرب على مهارة السوينج كيف تسوي السوينج بالسيف تفلسف عليك انت وياه وانا في حياتي ما مسكت سيف المره الوحيده مسكت فيها سيف بالمقلوب اوكي وترى مصوره في واحده من الحلقات حلقات مونت بليد اسمها الملك راكان مونت بليد العيديه سويت حلقه اسمها الملك راكان راح شوف الحلقه بدايتها سيف لا يفوتكم طيب اعزائي المشاهدين نمشي الوقت بعد 3 ايام بعد يومين وبعد يوم بالتحديد في معركه حتصير وان شاء الله ما تكون فيها اسود ان شاء الله نخسر البروست اللي عندنا اقصد المصارعين اللي عندنا ذولا طيب بكير جلاديتر برضو 2-1 بنجلده جلد هذا ما شاء الله محارب مغوار فاز في 14 معركة قوة دفاعه 4 وهجومه 0 ومهارات المعركة حقته 30 هذا بأجلده جلد طيب نرشح مين نرشح ذا ونرشح هذا ان شاء الله يفوزون
تكفى لا تفشلونه. طبعا هو اللي على اليمين وحنا على اليسار، بنروح بنجلده، اجلدوه يا شباب. اوف اوف يرمي اشياء ذا، لا لا كفو كفو. كفو كفو كفو. يا سلام فلوس يا حبيبي، 265 103 تفاحات، وجانا عبد ظهر هو يعني استعبدنا ودخلنا معانا في النادي، والجمهور رمى علينا 4 عملات نقدية. صراحة اللعب حقه كان بطل، ما ادري عجبتني الحركة، عرفت ما ادري ليش اصلا اللي سواها الحركة دي، قام يتجالد معاهم بعدين رمى الرمح، راح تشقله ورجع تشقله مرة ثانية اخذ الرمح وبعدين انجلد. شوف شوف اللقطة، ما ادري ايش الفائدة منها صراحة. طيب هذا هو المحارب او المصارع الجديد اللي اكتسبناه، عندي 278. قبل ما نسوي كل شيء نروح نوظف واحد ثاني عزيزي المشاهدين. شلون كنا بنوظفهم من هنا؟ هاير امبلويز، وودنا نوظف ما دام عندنا فوق 100 ان هذا اللي يطور كل شيء، اتوقع هذا يهيلهم ويدربهم ويرفع ولاهم. بقت 178 ايضا، 100 ثانية نصرفها على اللي يعطينا فود وواين، لان الواين قليل مرة ومهم لانه يرفع الولاء لهم ولا مع نفسهم. طيب ما انا يعني بنجيب اشياء ثانية فيها فايدة ثانية. هذا طبعا يرفع الحظ في المعركة، كبش الفداء ذا، والباقي خلها. ايش رايكم؟ ولا هذا يدور لنا بطولات ب 13. طيب وكذا خلاص، المفروض نلقاهم هنا واقفين الحين. ايه طبعا عندنا 3 موظفين جدد، خلينا نشوف هذا شو يسوي وهذا شو يسوي. هذا هو اللي قلنا لكم يذبح خرفان عشان تجيهم بركة، يضحي فيها. كارس اوبوننت ساكريفايس سام ريسورسز تو ويكن يور اوبوننت ان ذا نيكست جيم. حلو، فاختار انا وش ابغى، وش الشيء اللي ابغاه يعني تجيني. هذا خلينا نقول ساحر، اوكي ساحر، لا تقول كبش فتاة ولا تبن، ساحر هذا ساحر. اروح عنده ويسحر لي الاعداء بالعربي او يبارك فيني، اوكي بكل بساطه، ما ادري يسموه ولا تسموه، اصلا اسمه غريب. فهذا وشي لقيت ديث وش. طيب لقيت، ما ادري وش لقيت، لكن اذا انا ابي لقيت يموت اضغط هذا الزر. طيب من هو لقيت؟ ما ادري، اتوقع هذا صح، هذا هو لقيت. اوكي ليش انا ابغى ذا يموت؟ طيب هذا هو اللي يجيب لي جنود الاقوياء ولا؟ شوف يمديني اجيب منه جنود. suggest gladiator patronage as a patron the legate would assume all day to day costs for a select gladiator. purchase gladiator battle hardened slaves are well trained but are not very healthy. طيب ايش معنى كلمة patron؟ نروح لجوجل مترجم نشوف ايش معنى باترون. باترونيج رعاية، اوكي محسوبية، محاباة، كفالة، the legate would assume all day to day calls for a selected gladiator. طيب هذا اتوقع انه يوظف لك محارب حقيقي اتوقع، وهذا تشتري محارب. طيب وليش هنا يقول لي اذا بشتري محارب انه والله المحاربين هم عبيد مدربين تدريب ممتاز ولكنهم ما هم صحيين؟ ماني فاهم. طيب خلينا نشوف وش الاولى تسوي وش الثانية تسوي. not really interested، يقول لا ماني بسامع كلامك. اها طيب عنده واحد فايز مي بست معارك، تخصصه ثريكس يعني سلاح ودرع،
ويعني حارب يعرف يحارب بسلاح ودرع. عطى سلاح ودرع يضبطك. قوة هجومه 13، قوة دفاعه 3، ولكن مهارته داخل المعركة 100. وانت عاد تقدر تدربه تعطيه سلاح وزي كذا. قيمته 147. اوكي هذا كان جندي سابق يعني صار عبد. طب طيب اوكي anyways الرجال زعلان ما قهوينا نقهوي نعطيه عصير برتقال مخمج. نشوف اذا بيسمع كلامنا في الاولى ولا لا، نرفع ولاءه ونشوف اذا بيسمع كلامنا ولا لا. اذا رضعك انا طيب هذا مره نفسيه خلى هذا. طبعا قلنا ايش يجيب لنا عبيد عشان ندربهم. طيب الخيار هذا اللي هم رافضينه هو اني قلت لهم شوفوا لي محارب مره بطران، بس انهم رافضينه لانه هذا الشيء بيكون مره بطران، وبالتالي لازم يكونوا مره مبسوطين منك عشان يسوونه. فاذا عرفنا وش هذا الخيار، وش هذا الخيار، هذا اني اتمنى هذا اللي على اليسار يموت، وذا اني اتمنى اللي على اليمين ذا يموت ابو فوطه، وهذا اني يسبب يسوي سحر ويلعن العدو الجديد اللي بيقابلني في المعركه الجايه، بالتالي ينقص دمه. طيب هذه وش هي؟ هذه خليني قوي داخل المعركه. هذه اسوي ذبيحه اوكي، واعزم الجنرال ذا اللي على اليسار اللي يوظف الجنود الاقوياء عشان ينبسط مني ويوظف لي جنود بعدين. هذا نفس الشيء عزيمه بس للي على اليمين ذا اللي يوظف لي عبيد. والجوبيتر بليسنج هذه طبعا اذا اللي ضدي عنده هذه الخاصيه جوبيتر بليسنج بركه كوكب المشتري تنشال منه. هيلو هيلو طيب هذه حلوه، هذه بنستخدمها في اغلب الاوقات، هذا اللي بنستخدمها. طبعا تحتاج وقت، تحتاج سالب سالب واحد من كل شيء. عندنا طبعا هذا خلينا نسميه في تسميه بسميه بس اخاف انها تسميه خايسه، فخلينا نسميه ايش؟ المتعبد. هذا يدعينا اوكي، هذا هذا فهمت قصدي، هذا يدعينا يدعي للجنود. يا الهي طبعا وش فائده الدعوه مثلا هذه ولا ذي ولا ذي ولا ذي. طبعا المضحك في الامر انه يدعي الكواكب او يصلي الكواكب ويدعي لك وبالتالي تجيك بركه داخل معركة. خرمبع كان عايشين الرومانيين مضيعين حياتهم. استغفر الله العظيم ضايعين. يا الهي استغفر الله العظيم. طبعا لا احد يجي يقول يا اخي كفار، ترى ذولا كانوا عايشين قبل ما يجي الاسلام، لا واستمروا بعد ما جاء الاسلام اوكي، بس يا هم ضايعين. استغفر الله العظيم. عزام شادين الله يبلانا، قاعد ارقع لهم من الصبح. بس والله في اشياء ما تترقع اوكي، اهم شيء نلعب لعبه وننبسط فيها صح، لانه والله عجبتني. طيب هيلينج في قاعده الابنت متكني اندر ذا واتش اوف جيز اوف فينوس، يا سلام. هذا هي للجنود بشكل اوتوماتيكي، هنا يصلي الكوكب المشتري الكوكب المريخ، فبالتالي يصيرون سريعين داخل معركة الجنود. هذه رهيبة. طيب هذه كم تستمر الحالة دي؟ الدور واحد بس، يلا صلي. طبعا هذا الايجنت الجاسوس استغفر الله العظيم، الجاسوس ذا عزام شادين يقدر يروح يزرف لك دروع قوية ولا ايه، بيروح معسكر جيش ويجيب لك دروع تستخدمها في مبارياتك. هذا الخيار يزرف لك أسلحة، هذا يتجسس على الثور اللي على اليسار ذا اللي يوظف لنا جنود، وهذا يتجسس على اليمين اللي يوظف لنا عبيد، وهذا يسوي بارتي للجنود يعزمهم زي كذا يفلون أمها. استغفر الله العظيم تم له عزام شادين، لعبة ذي بطلة. Organize pit fight. طيب
اورجنايز بيت فايت. ايه هذه اعطيه فلوس ولا ايه يسوي لي مباريات، هو يسوي مباراه. حلو والله صراحه، نبغى يروح يزرف دروع، روح يزرف دروع، خلينا نطور جنودنا، نفك زر المسافه. ملاحظين كل واحد يحتاج وقت منهم عشان يسوي شيء. طيب يقول لك جلاديتر هاز فولن ال وذ سن ستروك، واحد من المصارعين جتها ضربه شمس طاح بالارض، انشوى انشوى شوي، هل اني والله اجبر يستمر يتمرن ولا اخليه يروح يريح؟ روح ريح حبيبي. طيب طيب having choked on his own vomit the weekend is later found dead. الرجال مات، راح ريح ومات. والله ما عندنا رحمة حنا، كان هنا واقف فطس. طيب خلنا نوقف شوي قبل ما تبدأ المباراة الجاية، نطور هنا خاصية بليد كنترول. يا سلام، خلي يدربهم و خصص هذا الجندي. ما في فلوس، فبالتالي اذا ما في فلوس يطلع لك الصاد ذا. وش الصاد ذا؟ بدري مشي الوقت الذيب، مشي الوقت الذيب، على الاقل لبسناه شوي. ما عاد عندي ولا 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 ريال، صفر. جت معركة ضد واحد فايز 18 معركة، قوة هجومه صفر وقوة دفاعه 4 ومهارته 19، هذا المفروض نجده جلد الى ان يعض الارض. اوكي نوظف هذا، اي خلي ذا يجلده. واحد ضد واحد، طبعا خوي اللي على اليسار وهو اللي على اليمين. اجلد لا اجلده. وش ذا المعركة؟ أوف أوف. أعزائي المشاهدين أشكر لكم مشاهدتكم، البطل حرف كي فاز، 392 عملة نقدية، 104 موية، حلوة ذي موية، وكراود الجمهور رمى عليه 50 عملة نقدية، يعني طلع تقريبا من 300-450، صراحة كان شيء بطل. اللي ما كان يدري شو السالفة يعيد المباراة، مرة روعة صراحة، يرجع يشوف الفيديو. خويه هو اللي كان عليه دائرة خضراء تحت، العدو عليه دائرة حمراء، طاح درعه، طاح سيفه، شال درعه، شال سيفه، مدري الرمح، وكمل ودعس وفاز. أنا كنت منصدم صراحة، ما كنت متوقع أنه تكون بهذه الحدة، لأنه مهاراته خويه كانت أعلى، لكن دعسهم وفاز. أشكر لكم مشاهدتكم، ما بطول الحلقة أعزائي المشاهدين، 40 دقيقة صراحة وقت طويل جدا على لعبة زي ذي، لكن يمكن أكون أنا غلطان، يمكن لعبة حلوة وتستاهل. أتمنى أنكم استمتعتم بالمشاهدة، نشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى وسلاسل أخرى، مع السلامة.